لعبنا هزرنا وكلنا عملنا كل حاجة مع بعض، يعني لدرجة ان احنا تقريبا كمان اتخطبنا. مش كده يا دودي؟ انت قلت البابا؟ لا ما قاليش حاجة. ايه او انت لك؟ لا بيقول انه قال لك. لا ما قاليش. لا ده في بقى اختلاف من الاول. قلت لك. قلت لي امتى؟ قلت لك. قلت له ايه طيب؟ فكره. قلت له فوق. طب خلاص افتكرت. ايوه صح. قال لك؟ قال لي انا اللي غلطان. معلش. وانت موافق؟ موافق. قال لك ايه طيب؟ موافق طبعا. طب هو قال لك ايه بالظبط يا انكل؟ قال لي ايه؟ قال لي انا خطبت طنط شيماء. طنط ايه؟ ماشي. طنط ايه؟ استاذه شيماء. واحد يقول لي خطبته ولا استاذه كده وبيقول لي يا شوشو ده انا اصغر مني. اقول لك على حاجه؟ انا بفكر اقلب الواد ابنك ده. عشان انا بحب اللون المسمر شويه والواد ده ابيض كالح. ابيض خالص. ايوه صح. فايه رايك؟ مش عارف. سامعك يا شوشو. شايفاه بقى. بس يون. سامعك يا شوشو. طيب عموما انا كنت جايبكم هنا كنت ناوي اعمل حاجات كويسه، بس انتوا بقى اللي جنوا على نفسكم ما دام انتوا الاتنين بتتريقوا عليا. واحد يقول لي طنط، انا اقول لك البس السماعه. انت ده انت ليلتك معايا فل. البس السماعات. انا؟ ده هو دوجي دانيال وحضرتك عماد فتمشي برضو دوجي. لا هبتدي احدد بقى. احنا الاتنين انت عوعي وهو دوجي. يبقى مين حضرتك عوعي ايه؟ انا؟ عوعي. بالظبط. ماشي. وهو ايه؟ دودي. ماشي. يا عوعي. نعم. اسالك بقى اسئله وترد عليا على طول، ماشي؟ عايزه اعرف انت تعرف ابنك لاي درجه؟ ممكن تقول لي ايه اكتر اكله هو بيحبها؟ اكتر اكله هو بيحبها البيتزا. البيتزا. طيب دلوقتي اطلب من دودي. يا دودي ايمن شيلي السماعه حبيبي. تعالى شوف المصايب والبلاوي اللي عندنا. تعالى هسالك اسئله ماشي وهترد عليا. اوكي. ايه اكتر اكله بتحبها؟ انا بحب البيتزا. غلط. باباك قال انك بتحب البرجر. ايه اكتر اكله مش بتحبها؟ كوارع. غلط. باباك قال لي ان اكتر اكله بتكرهها البيتزا. يا خساره. طب بتشجع فريق مين؟ الزمالك. ده قال لي انك اهلاوي اصيل. يا نهار ابيض على الاخطاء الكرويه. لا بصوا انا مش هكمل لانه واضح كده من بدري ان الفجوه كبيره، وانا دلوقتي لازم اتخذ معاكم موقف حاسم وقوي لانه خلاص العيله دي فيها تفكك اسري، ان انا دلوقتي احاول اغير حاجات بسيطه في مخ والدك علشان يحاول يبقى متماشي معاك. عندك مشكله؟ لا. طيب تمام. اتفضل يا استاذ دانيال. ميرسي قوي يا دودي ان انت وافقت. اتفضل يا استاذ عوعي. قوم معايا. طب انا هعمل ايه بعد كده حضرتك؟ انا هعمل ايه ان شاء الله؟ اقعد انت ساكت خالص. دي كانت غسلت الاوتوماتيك وقلبتها. انا بعمل اجهزه. اتفضل ادخل. قوم يا دودي. قوم يا دودي دوس على الزرار. انا زرار. اقفل الباب جامد كده على بابا. ايوه هو اتقفل خلاص. ايوه دوس بقى على الزرار. انا زرار اللي هو اللي قدامك ده. ايوه ده. ايوه ده وريني كده. دوس. تعالى بقى خد امجيلي هنا كده. امجيلي هنا كده على الطقم اللي انت عايزه عشان لما يجي المحاسبه. امجيلي. امجيلي هنا. هنا؟ هنا. ايوه امجي. ايوه بس كده. شكرا. هي. اقعد بقى يلا. عارف لو ما اتغيرتش يا بابا. اقعد بقى. حط السماعة ورا ظهرك. اطلع يا أستاذ عوعي. دانيال ابني. اقفل الباب يا عوعي. اقفل الباب وراك. انت صغرتني ليه كده؟ دانيال ايه اللي طلع لك ده؟ ينفع تصغرني كده؟ ده انا هروح الصغر ازاي؟ خش يا بابا. خش يا بابا. خش يا بابا. خش هنا يا استاذ عوعي. خش يا بابا. خش يا بابا. لو سمحت خش تاني. خش. اعمل ايه؟ انا دخليه تاني لو سمحت. ايوه يدخل تاني وبعدين؟ ما هو ده باباك خلاص. ما احنا هنرجعه. هترجعه ازاي يا حبيبي؟ المكنه دي بتشتغل مره كل 24 ساعه. خدوا بقى روحه. نعم. انا عايز ارجع لجسمي القديم. ما انا مش عارفه اعمل ايه والله. ده ابن حضرتك هو اللي مضى ووافق على كده اهو. حتى شوف الامضاء حضرتك. انا اعمل ايه بقى؟ انتوا هتحيروني معاكم؟ انت ازاي تعمل كده؟ انا ما عملتش حاجه. قال لي ايه؟ انت صغرتني. قال لي دوس على الزر الاحمر. قال لي دوس على الزر اللي قدامك.
انت ازاي تدوس على الاحمر؟ اروح الشغل ازاي انا دلوقتي؟ مش هيعرفوني اصلا. معاك حق. اجيب لكم فلوس منين واكلكم؟ يا لهوي، ولا تسوق ازاي؟ ده ممنوع على الاطفال اللي زيك السواق. هتقضيها تكاتك بقى. معلش يا استاذ عوعو، اتشعبط. زي بصحي بقى زي صارك. اتصدق صح، ده انا مش واخده بالي. طب هزي كده عشان اتاكد انها مش باروكه. اهو شفت نفس حركتك يا دانيال. يا لهوي، نفس الحركه. قوم عشان نروح لامك. قوم يا حبيبي. معلش. قوم يا دانيال، خد ابوك وامشي. خلي بالك يا ابني وانتوا بتعدوا الطريق بقى، روحوا اي حته. ايه ده؟ انا رحت. ايه يا دودي بقى، ايه الاخبار؟ الحمد لله. اقعد على رجل باباك، تعال بوسه. ممكن بقى اخر سؤال يا استاذ عوعو؟ اتفضلي. حضرتك اللي على دماغ ابنك ده شعره ولا باروكه؟ شعره. طب ممكن تشده لنا كده نتاكد؟ ما هو اهو. طب هزه كده يا دودي اخر مره عشان نتاكد. خلاص كفايه، صدقتك. يلا خد باباك بقى وامشي قبل. يا جميله، يا خلاص يا ناس على الضحكه الحلوه. ازاي دلوقتي انا وانتي هنقعد نلعب مع بعض؟ ماشي، بس مش عايزين نضحك، عايزين نكشر. تعرفي تكشري؟ وريني كده تكشرتك. لا جامد اكتر من كده. ايوه هي دي. بصي، هنعمل اول سباق مع بعض، هنشوف مين فينا اللي هينفخ البالونه اسرع. تعرفي تنفخ؟ حاولي. ما ينفعش هنا تقولي ما بعرفش، لازم تعرفي كل حاجه عشان انت شاطره. حاولي نشوف توصلي لحد فين. خدي اللي عايزه دي. عايزه دي؟ خدي اختاري اللي انت عايزه. ماشي، انا هاخد انا دي. يلا 1 2 3. برافو. لا بصي بصي هقول لك ازاي. بصي بقى، استنى وقفلي كده. ايوه كده، وقفلي عليها تاني. انفخ انفخ انفخ. هاتي امسكها لك، هاتي امسكها لك عشان يلا انفخ انفخ. ايه اللي حصل ده؟ فرقعت؟ فرقعت ازاي؟ طيب يلا بصي دلوقتي، بما انه البالونه بتاعتك فرقعت يبقى انت ايه؟ خسرتي ولا كسبتي؟ خسرتي. فاللي بيخسر هنا بيترش. 1 2 3 خلاص. يلا هنروح بقى التحدي التاني. لعينا الضربة. هنروح التحدي التاني. اوعي بقى تكسبيني احسن ترشيني بقى انت كمان. ماشي. يلا التحدي التاني. بتعرفي تعملي وشوش بتضحك؟ يعني ايه؟ بصي انا هوريكي، انت كشري وانا هعمل لك وش بيضحك. لو ضحكتي يبقى انت ايه اللي خسرانه. ماشي يلا كشري كده وخليكي بصاله. 1 2 3 اه ضحكتي. لا ما ضحكتيش، يبقى انا اللي خسرت وانت هترشيني. استني رجيها جامد، رجيها جامد الاول. يلا 1 2 3 دوسي جامد. دوسي. استني انا مستنيه اهو. بدوس جامد. ماشي، عايزه ايه دلوقتي انت؟ بصي دوسي انت. دوسي ادوس انا اغرق نفسي؟ بصي انا 1 2 3. حرام عليك يا جميلة، حرام عليك، ما كانش العشب كده تغرقيني كده كده. يلا دلوقتي هنروح للتحدي الأخير. تعرفي تشربي عصير؟ اه بعرف. بسرعة؟ هنجيب كوبايتين عصير ونشوف مين فينا اللي هتخلص العصير بتاعها أصلا، هتبقى هي اللي كسبانة، أوكي؟ يلا هاتوا لنا بقى العصير.
1 2 3 ابتدي. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، برافو عليكي. غمضي عينك كده وانت بتشربي، هتشربي اسرع. غمضي عيني غمضي عيني غمضي عيني، فتحي خلاص، فتحي بقى عشان تشربي جامد. يلا ستوب، التايم خلص. وريني كده. الحمد لله العصير ده شبعني قوي. وريني كده. ايه ده؟ انتي لسه ما خلصتيش؟ ده انا خلصت الكوبايه بتاعتي كلها. يبقى انت للاسف انت اللي خسرتي، وهعاقبك عشان تعدي معايا المرحله دي. اوكي يلا. ايه اكتر اكل مش بتحبيه؟ استني هسألك. انا معاكي اهو، انا عارفه ان بتحبي الهدوء والتأني، انا خدت بالي من ساعه ما كنتش متأنيه. كلي منها مره او اتنين، هنشوف كده حسب. مره. ايه مره؟ انا هاكلك انا. طيب عشان ما تحسيش. طب مره واحده ماشي، هشوف. لو اكلتيها حلو يبقى مره واحده، لو اكلتيها وحش هيبقى ماشي. بس كشري كشري. ايوه يلا افتحي بقى. يلا حلوه قوي. بس مش عايزه تاني. ايه؟ مش عايزه تاني. ليه مش عايزه تاني؟ مش انتي بتقولي حلوه؟ خد. مش انتي بتقولي حلوه؟ اه بس مش هي، مش يعني مش حلوه قوي، يعني مش عايزه تاني. انتي عسل، وانتي خلاص كسبتي معايا في المرحله دي.